أهلا وسهلا بكم أعزائنا، هذه قناة حياتنا أور لايف. نرحب بكم جميعا في قناتنا ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في امتحاناتكم وفي حياتكم العلمية والعملية. نود أن نذكركم بأن أي فيديوهات أنتم بحاجة أن تحضروها، يا ريت أن تكبسوا على قوائم التشغيل ومنها تختاروا أي فيديو أنتم بحاجة لإله من أي الصفوف، سواء من الصف الأول معك ولا الصف العاشر. أهلا وسهلا فيكم، ونبلش مع بعض اليوم في الوحدة 11. سوف نتحدث فيها عن مجموعة من الأمثال العربية، وقبل هيك رح نحكي عن نص الاستماع اللي هو الفرق بين القوة والشجاعة، وهذا النص أكيد موجود في كتاب أو كتيب نصوص الاستماع. إذا نبلش في النص. أوكي، أدى الاحتلال الصهيوني وما أعقب ذلك من استيلاء المحتلين على معظم بلاد فلسطين إلى تشريد نحو مليون عربي. لا، مش هذه، هاي الوحدة 10. نيجي على الوحدة 11. نعم، الفرق بين القوة والشجاعة هو عنوان هذا الاستماع. كثير من الناس تشتبه عليه شجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة، أوكي أرد نرجع لا محل ما كنا. إذا كثير من الناس تشتبه عليه شجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش. وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم في ثبات قلبه في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم، فيثبت فيثبتهم ويشجعهم. ولو لم يكن له الإثبات إلا ثبات قلبه يوم الغار وليلته، وثبات قلبه يوم بدر وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كفاك بعض مناشدتك ربك، فإنك منجز لك ما وعدك. وثبات قلبه يوم أحد وقد صرخ الشيطان في الناس بأن محمدا قد قتل، ولم يبقى أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون 20 في أحد، وهو مع ذلك ثابت القلب. وثبات قلبه يوم الخندق وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وثبات قلبه أيضا يوم الحديبية وقد قلق فارس الإسلام عمر بن الخطاب حتى أن الصديق يثبته ويسكنه ويطمئنه، وثبات قلبه يوم حنين حيث فر الناس وهو لم ينفر. وقد كان الموروث صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، فكذلك وارثه وخليفته من بعده أشجع الأمة بالقياس. ويكفي أن عمر بن الخطاب سهم من كنانته، وخالد بن الوليد سلاح من أسلحته، والمهاجرون والأنصار أهل بيعته وشوكته، وما منهم إلا من اعترف أنه يستمد من ثباته وشجاعته. إذا نحن نتحدث عن مين؟ عن الصديق. من هو الصديق؟ أكيد أبو بكر الصديق. إذا يتحدث النص عن قوة وشجاعة وثبات. قد إيه حكينا عن الثبات تبع مين؟ سيرة الخليفة أكيد أبي بكر الصديق. السؤال الثاني بيحكينا: الشجاعة تختلف عن القوة، شو تعني كلمة الشجاعة؟ الشجاعة هي المقصود فيها ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش، زي ما هو موجود في النص. طيب أعطيني موقفين من مواقف أبو بكر في الشجاعة. ثبات قلبه كثير حكينا، في يوم حنين، في يوم أحد، في يوم بدر، في ثبات قلبه أيضا يوم الحديبية ويوم الغار وليلة الغار. طيب من هو الموروث ومن هو الوارث؟ الموروث اللي هو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أما الوارث هو أكيد مين اللي ورثه؟ اللي هو خليفته أبو بكر الصديق. طيب السؤال الخامس: في النص اسم صحابي آخر، أكيد حكينا خالد بن الوليد. آخر شيء، شو المقصود في أهل البيعة؟ أكيد معروفين دائما، المهاجرون والأنصار. طيب ننتقل إذا الآن إلى نص القراءة الموجود هون عندنا. في عندنا هنا يا تاسع ثلاثة أمثلة: سبق السيف العذل، وعندنا جزاء سنمار، وعندي رجع بخفي حنين. طيب هلا هون سبق السيف العذل بيحكي عن قصة إنه كيف على السريع مسك السيف وقتل الشخص، يعني هون هو لضبة أو لضبة بن آدن، وكان له ابنان، كان عنده ولدين اسمه سعد وسعيد. طبعا تقرأوهم فصحى. هدول الاثنين اجوا خرجوا، سعيد يعني عشان يطلبوا ابل، عشان يطلبوا جمال معينة. المهم راح سعد وسعيد مع بعض، المهم رجع سعد لكن سعيد
لم يرجع. فكان ضبة يقول إذا شاف شخص بالليل بيحكي أنت يا سعد ولا سعيد، يعني شوفه من بعيد مشبه عليه يحكي أنت سعد ولا سعيد. فبالتالي صارت زي المثل إنه خير ولا شر، أنجحة ولا خيبة، شو بالضبط. هلأ فعليا هو افتقد ابنه، وينه ابنه؟ ما إجاش، ما رجع. فصار ضبة يخرج ويدور على ابنه. طبعا في الأشهر الحرم كان معاه شخص اسمه الحارث بن كعب. اجى الحارث صار يحكي اني انا شفت والله هون بهالمحل هذا شاب هيك صفته، هيك كان لابس، هيك كذا هيك كذا، مسكته وقتلته. وحكى اني انا اخذت السيف تبعه بعد ما قتلته. حكى له ضبة طب اعطيني السيف خليني اشوف كيف انه. شاف السيف وقال ضبة الحديث ذو شجون. فدغري عرف انه هذا السيف هو يتعلق بابنه، خاص بابنه. دغري طال هالسيف وقتل مباشرة هذا الحارث اللي قتل ابنه. فبالتالي لاموا الناس انه كيف انت تقتله في الاشهر الحرام. فقال سبق السيف العذلة فذهبت مثلا، يعني صارت مثل. هلا نيجي للمثل الثاني اللي هو جزاء سنمار. من هو سنمار؟ سنمار كان بناء، كان بناء من الروم، بنى قلعة كبيرة اسمها الخورنق لشخص اسمه النعمان بن امرئ القيس. النعمان كيف وانبسط، قال اوه ما احلاها القلعة بتجنن، راح مسكه وزته من فوق لتحت عشان يموت. ليه؟ من أجل إنه ما يروح ويبني قلعة ثانية تشبه هذه القلعة. يعني شوفوا كيف، يعني فوق ما هو عامل مثلا أوكي صح هو بيشتغل شغله، لكن عامل إشي ماستر بيس، إشي حلو كتير. فبالتالي كيف هدول، كيف هذا الإنسان بدي يخلص منه من ذكائه في فطنته ومن مهارته؟ حكى لا أنا ما بدي حدا يروح يعمل لأي حدا مثلي عشان يضمن هذا الكلام، راح مسكه وقتله باعتبار. يعني المثل الثالث والأخير، رجع بخفي حنين. الخف المقصود فيه الحذاء. من هو حنين؟ بحكينا حنين هو عبارة عن سكافي بيشتغل بالحيرة. تمام، سكافي يعني بيعمل الأحذية. إجا واحد أعرابي ساومه، حكى له أعطيني هالخفين. اختلفوا تهاوشوا الاثنين إنه هذا بده بقليل، مصاري قليلة، وحنين مش قابل يعطيه بمصاري قليلة، يعني بده يأخذ حقه. ف إجا روح الإعرابي وروح، فأخذ حنين الخفين بده يعني زليق قاهره. فإجا مسك خف واحد حذاء واحد رماه بالطريق، وبعد أبصر كم كيلو رمى الجزء الثاني منه أو الفرد الثاني، يعني رماها في موضع آخر. إجا الإعرابي تفرج على الحذاء الأول، حكى والله هذا نفس الحذاء اللي شفته قبل شوي عند حنين، لو كانوا اثنين كان أخذتهم. مشي مشي مشي، رد شاف الفرد الثانية، حكى ايه هاي الثاني، خلاص خليني ارجع واخذ الاول. فبدي يروح ياخذ الاول، وهناك كان في حامل حنين كمين له، اخذ منه كل اشي حكان حامله، كل اشي يعني راحلته، يعني المقصود كل قافلته كل الاشياء والبضائع اللي كان حاملها. فبالتالي اقبل الاعرابي الى اهله، روح هذاك خلاص لداره معهوش الى خفي حنين او حنين. اذا فهذا جو النص، يعني شفنا ثلاثة امثلة من الامثال. ما هو المثل؟ هو كلام وجيز يعني قصير بنحكى في مناسبة معينة، وصار لما تتكرر نفس هذه المناسبة عند الناس صارت اوه رجع بخفي حنين، يعني شو اللي رجعت لنا فيه زي هيك. هذا الأمثال ضربها يعتبر كثير شائع بكل الثقافات، مش بس عندنا نحن بالعرب، بكل الثقافات بتصور عاداتك تقاليدك معتقداتك شو مظاهر حياتك بصورة كثير حية وجميلة، أكيد هي ثابتة لا تتغير. هاي جمال الأمثال، يعني إنها بضلها يعني الأجيال تتناقلها من دون أي تغيير. فيها معاني كثيرة بعبارة كتير قصيرة، فعشان هيك لأنها عبارة قصيرة وسهلة الحفظ وتدل على معاني كثيرة بتكون بتدل على قصة كبيرة، فبالتالي صار في سرعة بانتشارها وتداولها من جيل إلى آخر، وبالتالي احنا بنستخدمها عشان نوظفها في مواقف مشابهة. طيب نبتدأ مع بعض بحل المعجم والدلالة. طيب السرحة المقصود فيها هي الدوحة، يعني الشجرة الواسعة يلي بقعد فيها الناس تحتيها بالصيف. الخورنق قلنا قصر بناه سنمار. طيب ننتقل الآن إذن إلى المعاني. العدل المقصود فيها اللوم، العدل يعني اللوم. الخرة بنحكي لك إنه خرة يعني سقطة من علو، لما مسكه يعني نزل ووقعه على الأرض من الأعلى للأسفل يعني سقطة من علو.
الإسكاف زي ما حكينا صانع الأحذية ومصلح الأحذية. طب خلينا نستخدم المفردات الآتية في جمل مفيدة. في عنا كتير أمثلة، يعني مثلا كلمة استحسنة بنحطها بجملة، بنحكي قرأ المعلم قصيدة كتبها الطالب فاستحسن ما قرأ، ارتحل ارتحل الحجيج إلى مكة المكرمة، كمن كمن الأسد للغزال خلف شجرة. طب شو الفرق بكلمة شجون الموجودة عندنا؟ لما حكى الحديث ذو شجون، شجون يعني شعب الوادي وتفرعات الوادي، أوكي، تفرعات الوادي. لكن أرقت وعادتني لذكرى أحبتي شجون قيام بالضلوع قعود. الشجون هي اللي أثارت فيه عاطفة معينة، فبالتالي الهم والحزن. تمام. طيب نأتي لأسئلة الفهم والتحليل. السؤال الأول بقول لنا ورد في النص الأول أمثال أخرى غير المثل الرئيسي. نعم، لما حكي أسعد أم سعيد، الحديث ذو شجون، أنجح أم خيبة. طيب شو المواقف التي يمكن أن تقال فيه هذه الأمثال؟ زي ما حكينا هلأ، النجح أم خيبة وسعد وسعيد وخير وشر، هاي كلياتها مع الحديث وذو شجون، كلها لما تكون في موضوعات حديثة متنوعة في أكثر من مسألة. لما نحكي لك والله الحديث ذو شجون لأنه يعني في عنا كثير سوالف بنحكي فيها، طيب يعني أشياء كثير متنوعة، لكن هاي نجح أو خيبة أو سعد ولا سعيد، بس هي زي عملية تقابل، زي طباق، يعني كلمة وعكسها. السؤال الثاني، رأى شخص تحت الليل مقبل، يعني شو يعني مقبل؟ المقبل مقصود فيه قادم في الليل. طيب مثل سبق السيف العذل، شو المقصود فيه؟ إنه لا لوم في ما لا سبيل إلى رده، خلاص يعني سبق العدل، ما بنقدرش نحنا شغلة خلاص صارت، يعني ما بقدر أنا أريد أرجع السيف لغمده وما أقتلهوش. طيب ماذا تعني كلمة جزاء سنمار؟ هي سوء الجزاء على الإحسان، يعني سنمار كان بناء وشاطر وعمل إحسان جميل، يعني عمل هذا البناء الجميل جدا، وبالتالي بيجازي بأنه يجي يلقيه يعني من أعلى إلى أسفل يقتل. يعني ماذا تعني جملة ذهب مثلا الواردة في نص المثل الأول؟ يعني صار مثلا، ذهب يعني أنه صار. طيب سؤال الرابع، في ضوء دراستك لا قصة المثل سبق السيف العذل، قارن بين هذا المثل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. طبعا تتنع عكس بعض، هلا هون قول الرسول بحكي إنه الشديد إن الزلم الشاطر أو الشخص الشاطر هو الذي يملك نفسه عند الغضب، مش بتسرع، ما بيعمل أي فعل أثناء الغضب، وهذا عكس بالضبط ما صار مع صديقنا اللي هو سبق السيف العدل دغري على السريع طالها السيف وقتل الشخص. إذا في قصة هذا المثل لم يتروى ضب بن آد وقتل خصمه، بالتالي الناس لامتوا إن كيف تقتل أنت بالشهر الحرام؟ الشجاعة في التأني، ضبط نفسك، ما تنجر وراء الغضب، هو فعليا الذي يجعل الإنسان يرتكب ما لا سبيل إلى رده، وهذا ما دعا إليه النبي في حديثه. طيب رجع بخفي حنين، لشو بنستخدمها؟ قلنا يعني رجع وإيدي فاضيات، زي هيك بنحكي إنه زي يعني صام 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 فطر عبصلة تقريبا يعني. فهذا المثل يضرب لمن لم يفز بشيء وعاد بخيبة الأمل. السؤال السادس، شو الدروس والعبر اللي بنتعلمها من هذه الأمثال؟ كل مثل له درس معين، مثلا التأني والصبر بالمثل الأول، مثلا كمان لا يجزى الإحسان إلا بالإحسان اللي هي قصة باني الخورنق، في عنا تفكر وتدبر حتى لا يؤدي الإنسان نفسه إلى التهلكة، يعني تفكر أصبر دبر، ما يعني لا تنجر وراء عاطفتك. السؤال السابع، أعطينا أمثلة أخرى جرت على ألسنة الناس وبين عدة مناسبات. في كثير أمثلة غير هذول المذكورين، فيك تكتب من عندك أمثلة أنت يا تاسع، مثلا كأن على رؤوسهم الطير تضرب للشخص الساكن الوادع، يعني هادي ووادع ولطيف، فكأنه الطيور بتوقف على رؤوسهم. أحمق منها هبنقة أو أحمق من نعامة، يضرب للمبالغ في وصف شخص بالحمق، إنه بيعتبروا إنه أحمق مثل النعامة إنه كتير يعني أهبل أو أحمق. رب رمية بغير رام تضرب للشخص إذا أتى أمرا بمحض الصدفة، يعني بالصدفة عمل هالشغلة، بيقول هاي رب رمية بغير رام، ما كان رامي
يعني قاصد بشغل بشكل معين يعملها. رقم 8 قال تعالى إن الله لا يحب الخائنين وكان الإنسان عجولا. شو الصفتان يلي وردوا في هاتين الآيتين؟ في عنا صفة الخيانة والغدر والتسرع، العجول يعني تسرع، والأولى بالآية الأولى الخيانة بين الخائنين. شو رأيك في هدول الصفتين؟ طبعا من أسوأ الصفات، الخيانة صفة جدا سيئة وتدل على دناءة النفس البشرية، والعجول صفة التسرع نجدها بكل مواقف حياتنا، كل ما تتسرع سوف تشعر بالندامة، وزي ما كنا نعرف إنه المثل يقول في العجلة الندامة. طيب هيك نحن حكينا إذا ألف وباء. في جيم طالب إنه أنت من وين شفتها هاي؟ يعني وين ممكن نستخرجها من النص ما يدل عليها؟ كان الإنسان عجولا، عجولا شفناها لما سبق السيف الغمد أو العذل، أوكي؟ السيف سبق العذل، فبالتالي موجودة هاي تدل على صفة الاستعجال، تمام؟ طيب ننتقل إلى التذوق الأدبي، بيحكينا اقرأ البيتين وأجب عما يليهما. طبعا المتنبي يقول ومراد النفوس أصغر من أن نتعاد فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. هل قول المتنبي حكمة ولا مثل؟ هي حكمة مش مثل، يعني ما شفنا هون في مثل معين، في كلمة زي في العجلة الندامة ما شفنا، إنما هي حكمة عم تعطينا زي نصيحة. ما هو الفرق بين الحكمة وبين المثل؟ انتبهوا للسؤال هذا يا تاسع. الحكمة هي عبارة عن تجربة، انت شو خلاصة ما تعلمته في هذه الحياة، شو فلسفتك، شو أرائك في الحياة. الحكمة هي فيها فصاحة لفظ وجودة السبك، أما المثل هو كلام قصير قلنا موجود في مناسبة معينة صار يقال مع الأجيال، لما انتقلت من جيل لجيل صار يقال في نفس المواقف المشابهة للموقف الأصلي اللي صارت فيه الجملة نفسها، فلا يعني هو عادة المثل لا يتغير، يجسد أفكار الشعوب عاداتها تقاليدها. طيب السؤال الثاني وضح الصورة الفنية في عبارة الحديث ذو شجون. الصورة الفنية شبه الحديث يلي بتتعدد موضوعاته وتتداخل بشعب الوادي وتفرعاته. إذا الشجن أصلا نحن قبل شوي قلنا إنه الشجن هو عبارة عن تفرعات، عدة أماكن يعني تفرعات كثيرة، فبالتالي لما نحكي حديث ذو شجون يعني الحديث له كثير تفرعات، يعني له كثير جوانب و يعني مناحي، يعني زي الوادي كيف له شعب كثيرة وتفرعات كثيرة. طيب بدنا سمات فنية للمثل من نصوص الأمثال اللي درسناها. سمات فنية حكينا قبل شوي خاصة في جو النص، حكينا لازم تكون قصيرة، تكون معبرة، سهلة، سريعة اللفظ، سريعة الانتشار، جمال اللفظ، لا تتغير وتنتقل أكيد عبر الأجيال. طيب نيجي الآن للقضايا اللغوية، حكينا عن الأفعال المتعدية واللازمة، يا بتكون فعل يا بتكون متعدية يا بتكون لازمة. بدنا نطلع شوية أمثلة من نصوص الأمثال اللي درسناها. لازمة خرجة، خرج ما بستنى مفعول به. الفعل اللازم هو الفعل الذي يبتدئ بفعل وفاعل، أوكي؟ في فعل بيكون في عندك فاعل في الجملة ما في داعي يكون في عندك مفعول به، يعني منحكي خرج قصي خلص انتهت الجملة ما في مشكلة عندي. أما لما نحكي قتل قصي، طب مين قتل قصي؟ قتل قصي النعامة، أو قتل قصي الخروف، أو قتل شخص أو اللص أو أي شيء، تمام؟ فالفعل المتعدي هو الفعل الذي يتعدى به إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين أو أكثر، يعني ممكن مرات عندي بجملة فيها ثلاث مفاعيل ما في مشكلة. فالفعل اللازم هو عبارة عن فعل وفاعل ما بيكون فيه مفعول به. الفعل المتعدي هو الفعل اللي بيكون فيه مفعول به يا واحد يا اثنين أو أكثر. الأفعال اللازمة الواردة في النص هي خرج، لحق، يرجع، ذهب، نفخ، نظر، غرق، خر وغيرها. الأفعال المتعدية زي لحق، رأى، رأى، لقي، قتل، أخذ، أراه وهكذا. طيب أعرب لنا كلمة ذو. الحديث ذو شجون، ما له الحديث إنه ذو، فبالتالي هو خبر. الحديث هي مبتدأ، ذو هي خبرها مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، يعني واللي وراه بيكون مضاف إليه. فلما نظر إليه النعمان استحسنه، إن كل كلمة استحسنه، استحسنه صح كلمة واحدة لكنها عبارة عن جملة كاملة، جملة فعلية. استحسنه هي فعل ماضي مبني على الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.
طيب نعرب واختلفا أو فاختلفا حتى أغضبه. فاختلفا اختلفا اختلف وخلص، يعني فعل ماضي مبني على فتحة، والألف الآ هاي هي ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب على إيش بتعود ضمائر الغائب يلي تحتها خط؟ يعني لما قال كره أن يعمل مثله لغيره فألقاه من أعلاه، عندنا كلمة مثله لغيره وألقاه وأعلاه. مثله الها تعود على الخورنق، لغيره للشخص اللي هو اللي بناله القلعة اللي هو نعمان بن امرئ القيس. ألقاه الها هو مين ألقى مين؟ الها اللي هو نفسه البناء اللي هو سنمار. أعلاه الها يعني من أعلى الخورنق إجا زدته من فوق. طيب سؤال رابع، أعطيني كلمة امرؤه مرة تكون مرفوعة مرة منصوبة مرة مجرورة ونشوف الفرق بين كتابتها. ليه؟ لأنه إحنا بنحكي عن همزة موجودة على الواو، فبدنا نشوف كيف بدنا نقرأها وكيف بدنا نكتبها بشكل صحيح. مثلا جاءنا امرؤ، أي إشي، ذهب امرؤ يطلب العون، جاء خرج امرؤ بدك إياه، رأيت أنا امرئا، شوفوا كيف الهمزة جت على السطر، أوكي رأيت امرئا. وآخر إشي لما تكون مكسورة بنحكي من معلقة امرئ القيس، من معلقة امرئ هون إجت مضافة إلى مجرور، فعشان هيك انحطت الهمزة على الألف المقصورة. طيب إحنا بهيك يا تاسع بنكون خلصنا. في عندكم هنا جزء الكتابة، صياغة قصة المثل القائل اللي هو جزاء سنمار، هاي إعادة لصياغة هذه القصة. تمام، فأنت شو المطلوب منك هنا في الكتابة؟ إنك أنت تعيد صياغة قصة أحد الأمثال بلغتك مراعيا جمال الأسلوب وسلامة اللغة. وهنا في عدة وصايا من الإمام علي بن أبي طالب كتير حلوة، ياريت أنه تقرؤوها وتستفيدوا من هدول المعاني الجداد. وفي نشاط أنه تعود للقرآن وتبحث عن بعض آيات الإحسان أو ترجع لأحد كتب الأمثال، مثلا تعطينا قصة مثل وتحكينا عن قصته لهذا المثل. طيب نراكم إن شاء الله إذن في الوحدة الثانية عشر وهي بعنوان تفاؤل وأمل. نشكر لكم حسن الاستماع وإلى لقاء قريب.